كيف ينظر المجتمع الدولي للمحاور العربية الجديدة، أو خلينا أقول إعادة بناء المشتركات على أسس أكثر حداثة وأسس مرتبطة أكثر بالمتغير العالمي؟ بالفعل المتغير العالمي جعل هناك فرصة ذهبية للمنطقة العربية لأن تكون جاذبة لكل القوى الإقليمية والدولية مرة أخرى. الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم جعلت المنطقة العربية في قلب اهتمامات القوى السياسية والدولية الكبرى لجذب هذه القوى، ولكن هناك حكمة ورشد كبير من كل القادة العرب لأنهم ينأوا بنفسهم بعيدا عن هذه الأزمة المتشابكة، ولكن مع رغبة حقيقية في أن يكون هناك تحالفا استراتيجيا مفيدا للمنطقة العربية، وأن يكون هذا التحالف على أسس استراتيجية تحقق المنافع المتبادلة بين الأشقاء العرب، وهو ما شاهدناه من تدشين آلية الشراكة الصناعية التكاملية المصرية الأردنية، بالإضافة إلى انضمام الشقيقة البحرين إلى هذا التحالف الهام، وهو ما يعكس أن هناك رغبة حقيقية من قبل كل القادة العرب لمواجهة التحديات الكارثية للأزمة الروسية الأوكرانية في ملفين لا يمكن أبدا لأي دولة أن تتغلب عليهم إلا من خلال التحالف مع بعضها البعض، وهي سواء أزمة الغذاء وسلاسل الإمداد وأيضا أزمة الطاقة، والتي تحتاج إلى تكاتف عربي وتوحيد الصف العربي، خاصة وأن هذا اللقاء الأخوي المهم جدا له دلالة مهمة جدا. أولا هو بيأتي بعد القمة العربية الأمريكية اللي عقدت في الرياض في الشهر الماضي، وأيضا قبيل انعقاد القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر القادم. يعني الخط يظل ممتدا من جدة وحتى العالمين الجديدة، يعني انه ما مخرجات جدة لا تبتعد عن ما قد تخرجه العالمين الجديدة اذا صح التعبير في لقاءاتها الاخوية. طيب الا يزعج هذا العالم بشكل او باخر، او بعض الدول يعني في فترة ما ظنت واشنطن انها الامر الناهي الوحيد اللي احنا بنسميه مسألة الاحادية القطبية، وعلى ما يبدو انه خلال السنين القليلة الماضية يعني عصر الأحادية إلى زوال وعودة مرة تانية إلى حتى مش ثنائية قطبية في العالم، لكن قد تكون ثلاثية أو رباعية إلخ. ويبدو أيضا أنه عواصم أوروبا بعضها شب عن الطوق على ما يبدو، ما أقدرش أجزم بده، لكن ده برضو مش معناه أنه ما يبقاش التحالفات والشراكات والبناءات العربية مزعجة لبعضهم. سؤال مهم جدا وليه عمق كبير لابد أن نوضحه للمشاهد، وهي أن التحالفات العربية في هذه الفترة تحديدا من التغيرات الإقليمية والدولية اللي بتحصل في النظام العالمي وتأثيراتها وانعكاساتها الخطيرة على انتهاء عالم القطب الواحد وظهور عالم متعدد الأقطاب والقوى، هنا ظهرت قوة مهمة جدا لاستقرار النظام العالمي، وبدأ يشعر العالم أجمع القوى الكبرى سواء الإدارة الأمريكية أو روسيا أو الصين بدأت تستشعر الأهمية الاستراتيجية المهمة جدا للمنطقة العربية في أن تكون المنطقة العربية ذات أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق الاستقرار العالمي، باعتبار أن المنطقة العربية هي الركيزة الأساسية لاستقرار النظام العالمي بشكل واضح وقاطع، وهو ما سنشاهده. يعني عقدت القمة العربية الأمريكية، أواخر هذا العام ستنعقد القمة الصينية العربية وأيضا في الشقيقة السعودية، ونشاهد أن روسيا تعد إلى القمة الروسية الأفريقية والتي ستنعقد أيضا داخل القارة الأفريقية، وبالتالي هناك اهتمام متزايد من قبل القوى الدولية بالمنطقة العربية باعتبارها هي الركيزة الأساسية لاستقرار النظام العالمي. ولكن في ظني وتقديري أن النظام العربي الآن أصبح أكثر شبابا وأكثر قوة وأكثر وعيا، يعني بنشاهد أن هناك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشاب ويبث في عروق الأمة العربية دماء جديدة، نشاهد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وثقته وقدرته الكبيرة في كوني رئيسا في مجلس الأمن أو ممثل لمدة عامين متتاليين
وفوزوا بهذه العضوية. أيضا الرئيس السيسي الذي أعاد بناء المنطقة العربية وقدم الكثير والكثير لخدمة القضايا العربية، وهو صحيح. ما نشاهده في دعم كبير لكل القضايا العربية منذ أن وطأت قدم الحكم في مصر منذ العام 2014. أول كلمة لسيادته كانت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، وأشار بشكل قاطع وواضح من أنه لابد من إيجاد حل شامل وقاطع للقضية الفلسطينية. أيضا دور مصر المحوري في دعم القضية الليبية والعمل على إيجاد حل شامل وعادل للقضية الليبية. أيضا وعي وإدراكه الكبير من خلال العمل على استقرار الأوضاع في العراق ودعم المبادرات الأممية في اليمن، وأيضا العمل على استقرار الأوضاع في سوريا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2254 التي تتفق مع الرؤية المصرية والرؤية العربية في إيجاد موقف قوي عربي. تكون القمة القادمة في الجزائر هي قمة شاملة جامعة وإيجاد خارطة طريق تقوم بموجبها هي المنفذ لإيجاد تسوية سياسية لكل الأزمات في المنطقة العربية.